السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات والمغرب. الحلقة ديالنا ديال اليوم كيف ما جرت العادة غادي نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاد الحلقة هذه غادي نبداوها مع واحد الراجل كان غني لا بأس عليه، هو ومراته وعنده جوج ولاد، الكبير سميتو بوجمعة والصغير سميتو عبد الكبير. محور القصة ديالنا حنا هو هاد بوجمعة، الشخص الكبير أو الإبن الكبير. أراك ليا هاد بوجمعة مع خوه كانوا معاونين بوهم في التجارة اللي كيقوم بها. السيد كان لاباس ليه معروف تما في هاديك المنطقة. بوه غادي يموت، يعني الأب ديال بوجمعة غادي توفى، ما هي إلا أشهر قليلة غتبعو الأم ديالهم، وبالتالي بقاو الإخوة غير بوحدهم. هنايا جوج خوت متعرفوش، واحد باغي يدير الشهادة، واحد باغي يبيع، واحد باغي يستثمر، يعني ما تفاهموش. هذاك الشيء قسموه، فلوس قسموها مناصفتان، هذاك الاراضي والمجازات داك الشيء كل واحد خدا نصيبه. ملي تفرقوا الخوت في الورث كل واحد خدا نصيبه، هاد بو جمعة هذا كان مزوج في حياة بوه، كان مزوج عنده المرأة تمايا وعنده شي وليدات، عنده يلا جوج وليدات مازالين صغارين. خدا مراتو وخدا وليداتو وباع داكشي اللي جا في نصيبو وجا لواحد الفيلاج استقر فيه. هاد الفيلاج هذا في الاول ما كيعرفو حتى شي واحد، ولكن من بعد غيدير بلاصتو ويدير الاسم ديالو. هاد بوجمعة خدا واحد الدار كبيرة ما شاء الله وعريضة، فيها مغازا لتحت وفيها طابق اول وطابق ثاني وسطح، وخدا ديور اخرين، دار مجازات، دار محلات، دار تجارة بحالو بحال بوه، لأنه ورث فلوس كثيرة على بوه، وبالتالي عاود حيا داكشي اللي كان داير بوه، غير هو بدل غير البلاصة من هداك الفيلاج اللي كان ساكن فيه مع بوه لهاد الفيلاج اللي دابا استقر فيه بوحدو. سي بوجمعة مزوج وعندو جوج وليدات ومازالين صغار. مشات ليام وجات أخرى، بوجمعة كبار في العمر وولادو كبروا، ولاو تقريبا راه شباب، ومراتو تاهي كبرات. هنايا هاد بوجمعة هذا قرر واحد النهار انه يتزوج. صافي بحال دارت فيدو الفلوس وكيشوف شي وحدين بحالو قدو في العمر، يعني عندهم فلوس وكذا، مزوجين زوجة ثانية وثالثة وكذا، يعني قال انا علاش لا ما نتزوجش، انا عندي فلوس الحمد لله كذا، ولادي هما كبروا، علاش ما عاودش نعيش حياتي من الاول. تعرف على واحد البنت، تعرف عليها يلا عندها شي 30 عام بحال هكاك، طبيعي الحراس صغار منه بزاف. تعرف عليها وعده بالزواج، نقول انا باغي نتزوج بيك وباغي المعقول وكذا كذا. هي شافت فيه الفلوس وشاف فيها زوجة ثانية، ما عليناش وافقات. هنا جا عند مراتو الاشارة فقط، راه كانت معاونه، ماشي معاونه في الخدمه، وانما معاونه في الفكره، يتشاور معاها، يهضر معاها، تقول شنو دير اشنو ما ديرش، هذه تليق لك في الخدمه، واخا هي رايحه غير في الدار ومقابله وليداتها، ولكن راه تقريبا كل شيء على الخدمة عارفة الكبيرة والصغيرة، وكيدير بريها وكينجح الري ديالها. ولادو كبروا ولكن ولادو ما عندهم دخل فيه، يعني بوهم هذاك باقي صحيح، باقي فلوسه، باقي كل شيء ليه، يعني ما عندهم سوق فيه، او هو اللي ما عندو سوق فيه. ما عليناش. هنا جا عاد واحد النهار بوجمعة، جا عاد مراتو قال لها شوفي فلانة انا غادي نتزوج. صافي بحال ماكا غوتات لي، قالت لي باش تبدلني كذا، يا تشرفتيه اللي بغيتي تتزوج. قال المهم ندبر راسي انا، فلوسي برزقي بكل شيء ليا، عجبك الحال الا لا بقاي، ما عجبكش الحال المهم تتعرفي براسك توصلك. المهم يا السيده راه كبرات وكذا، فين تمشي؟ ما عاد فين تمشي، والديها ماتوا كل شيء، ما عاد فين، ما عادش فين تمشي، بقات في الدار كمداتها في قلبها وريحت. جاب الزوجه الثانيه سكنها في الطابق الثاني كما قلنا، هاد الدار هادي كانوا فيها جوج طوابق ودار كبيره ما شاء الله. هي هادي كيفاش سكنها في داك الطابق الثاني، بطبيعه الحال العيالات راه ما غاديش يتفاهموا، واصلا ما كان شاركهم، وانما كل وحده في طابق بوحدها، وكان مره كيدخل عند هادي، مره يبات في الدار، مره يبات في الدار، راكم عارفين. المهم ولادو بطبيعه الحال اللي هما شباب ما بغاوش الديكور هذا، ولكن هذاك الاب ديالهم عندو الري الاول والاخر ما عندهم ما يديروا. المراه الاولى ما عجبهاش الحال، تخاصمات معاه، صافي ولات كتعايرو، كتخاصم عليه، هو ما كيعقلش عليها، ما بقاش كيعاود الاسرار ديالو، بقى كيعاود حتى شي حاجه،
إلا كانش فلوس لشي حاجة كخبيها عند المرأة التانية، ولا أغلب الجلسة ديالو غير عند المرأة التانية. بطبيعة الحال المرأة الأولى راه منساهاش، يعني راه المصروف ديالها وديال ولادها وكلشي راه غادي شهاد الطريق. ما عليناش، اليوم غدا اليوم غدا، ولاو هاد العيالات هادو كيتضاربو كل مرة، مضاربين كل مرة، جايبو جمع يجري باش يفكهم ديما على اخرى كتعايرها، تقول لها هي شارفاكم لقى فيك الخير كاع ميتزوج بيا انا، الاخرى تقول لها انت جديتي، ديتي واحد قد باك، انت راكي شيطه كذا. المهم غير بحال هاد الهضره هادي، المهم ديما مضاربين وديما معايرين مع بعضياتهم. ما عليناش، اليوم غدا اليوم غدا، هاد بوجمع هذا كما قلنا راه عنده مجازات ديال البيع والشراء ديالو، والمجازات سواء مقابلين هما ولادو او لا شي ناس هو مكلفهم، هو كيمشي مره مره، وكاين كيريح في هذاك الفيلاج في واحد القهوة. هاد القهوة اللي جات في الشارع، يعني اللي جيت دزتي من الفيلاج هذا كتفاق فيها هي الاولى، القهوة كبيرة ومعروفة تمايا. القهوة في الاول كانت غير ديال المشروبات، ولكن من بعد ملي كبر الفيلاج ولات كدير داكشي ديال الشواء، يعني اللحام وداك الشيء كيريحو الناس والمسافرين ياكلوا فيها، كانت كتدخل الفلوس بطبيعة الحال. هاد القهوة كان كيريح فيها وكيعرف مولاها، مولاها توفى بقاو غير ولادو، ولادو كانوا كارين لواحد واحد السيد، كانوا كارين عليه. هاد ولادو هادو ملي شافوا بحال ما كانت القهوة كتدخل واحد المدخول كبير بزاف، والناس قالوا لي مودي كارين القهوة فابور، يعني كارين بواحد الثمن اللي وبخس، وهي كتدخل فلوس كتيرة، يا إما شدوها نتوما استغلوها، أولا رفعوا من السومة الكلائية، أولا بيعوها كاع خدوا فلوس صحيحة. هنايا ولاد مول القهوة، دابا حنا كنهضرو على القهوة، ولاد مولاها يعني دابا هما راه مواليها، يعني بواهم راه مات، جاو عند داك السيد اللي كاريا، اللي كان كاريا من عند بواهم، كان كاريا بواحد الثمن اللي وبخس. قالو لي شوف فلان، حنا في صراحة انت الصديق تاع الوالد وكنت كاري من عندو القهوة مزيان، ولكن راه شوف راه الوقت تبدلات والغلات زاد، والكرا اللي كاري بيه تاهي القهوة من عند الوالد الله يرحمه راه مبقاش خدام، يا اما خاصك تزيدنا في الكرا، طلبوا لي واحد الكرا اللي هو كبير بزاف، اولا تشري من عندنا القهوة حنا بغينا نبيعوها، عطينا 100 مليون. هنايا داك السيد اللي كاري من عندهم القهوة بقى كيطلب فيهم، قال لهم شوفوا هاد الثمن اللي طلبتوا لي راه بزاف ما بزاف، المهم حاول انه يتفاوض معاهم، ولكن كانوا مصممين على الرأي ديالهم، عرضوا القهوة للبياع. هنايا غادي نخليوه هنايا ونرجعو عند بوجمع. المهم هاد بوجمع هذا كيف القاعدة باقي كيفرق عيالاتو، ديما الصداع معاهم، المشاكل، الغوات. المهم هو في هاد الحالة هادي ملي تزوج المرأة التانية، هي هادي كد بوجمع هذا، واحد النهار غادي يفيق وكان بيت في الدار التانية عند الزوجة التانية ديالو، فخرج مع الصباح عادي غادي للخدمة، مشى للخدمة، من تما ما بقى عرف ليه حتى شي واحد شي حاجه، ما عرفوه ولادو واش مشى للخدمه، لانه على حساب الهضره ديالهم ما جاش الماكز ديال الخدمه ديال البيع والشراء، عيالاتو ما جاش هذوما داك النهار كامل، وفين مشى؟ ملي وصلت العشيه وصل الليل، الزوجه الثانيه كتقول راه مشى عند الزوجه الاولى، الزوجه الاولى كتقول راه مشى عند الزوجه الثانيه، ولادو ما عارفين والو، غبر للآثر. اليوم موالي عاوتاني عاد غادي يعرفوه راه غابر، باش لان الزوجه الثانيه هبطات وسولات عليه عند الزوجه الاولى، قالت لها لا راه ما جاش عندي، شوفي هاد اللف عادي شوفي شنو درتي لي السيد طج. الاخرى قالت لها راه وقيلا طج منك انت، هي الشارفه هي الهارفه، راه هرب منك انت. المهم بداو بنات فين عاوتاني، خرجوا الولاد فكوهم، فين هو الراجل؟ غابر للعصر، فين مشى؟ ما فين مشى، بقاو كيتسناو 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 كيتسناو، ما بانش الاثر. ولادو اللي كانوا جوج شباب خرجوا كيقلبوا عليه، مشاو للقهوه فين كان كيعمر القهوه ديال الشواء، ما لقاوش، سولوا صحابو ما كاينش، سولوا الناس اللي كيتعاملوا معاه في البيع والشراء ما شافوش، وفين مشى هاد بوجمع هذا. المهم هنايا المراه الاولى مع المراه الثانيه مع ولادو جاو عند الجدارميه، جاو كيبلغوا الاختفاء تاع بوجمع هذا في ظروف غامضة. سي بوجمع معروف شخص لاباس لي وعندو المجازات تاع البيع والشراء وكذا كذا، جاو الجدارمية وعاودو لي ملافير بأنه آخر مرة خرج منها خرج من الدار تاع الزوجة التانية اللي كان بارك عند هذيك الساعة،
خرج مع الصباح، الزوج التاني كتقول لي ما ودي راه بات هذيك الليله، وفاق الصباح فطر، هز واحد ساكادو بحال الشكاره، هزها كان جايبها معاه، هزها اشنو فيها هذيك الشكاره؟ الله اعلم سيدي، لا انا ما كنسولوش هذاك الشيء، هو ما كيقولش ليا، هو الاسرار ديالو متكتم عليها. قال لي انا غادي نقضي واحد الغرض عاد غادي نرجع، ومشى مبقاش رجع. انا في الليل كنسحابو داز عند المرأة الاولى ديالو، ساعات بين لي من بعد انه ما داز عندها ما والو. المرة الثانية ديال هذاك السي بوجمعة دابا اللي هو مختفي، كتوجه اتهام مباشرة للزوجة الاولى، كتقول راه هي السبب، هي اللي سحرات ليه، هي اللي خلاتو يطج من الدار، واقيلا صفاتها ليه، ما خلاتوش يبقى معايا بزاف، او ما حملاتوش انه يتزوج بيا كاع من الاساس، اسيدي ما كان ضار معاها. المرة الاولى كتنفي التهم كاملة عليها، كتقول سيدي انا ملي تزوج بالمرأة الثانية ما قلت له والو، حقيقة انا طلع لي الدم وبقى في الحال وكذا، ولكن هذاك راه كيبقى راجلي وكيدير اللي بغى، انا ما سوقيش فيه، قررت اني نبقى معاه كزوجة اولى، ربي وليداتي، هما فينا هما اللي ولاو دابا شباب، هادشي اللي كاين، دبر راسو تزوجتها مرة ثالثة، ما عنديش فيه مشكل انايا، المهم غير يصرف ليا وعلى ولادي، هادشي اللي كاين. صافي هنايا المرة الاولى سولوها الجدارمية، قالوا لها شنو كتعرفي؟ قالت لهم سيدي اش كنعرف، انا ما كنعرف والو، هو ملي تزوج بهاد المرة التانية هادي ولا كيبقى معاها غير هي، انا مرة في كيجي عندي سيدي، انا ما بقاش حاملني كاع، انا غير على ود الولاد مخليني. صافي وقلت لي طلقني وطلقني، هادشي اللي كاين، راه خاصكم تسولوها هي، راه هي اللي عندها كلشي، عندها الاسرار وعندها كلشي. قالت لهم سيدي انا ما كيقول لي حتى شي حاجه، اذا كان شي حاجه كيخبي عليا راه كيقولها لها هي. وبداو منافسين ومناقشين قدام جدارمية، جدارمية قالوا لي شوفوا غتهنيونا من هذا النقاش الخاوي ديالكم، وغتوريونا عند من كيمشي هذا السي بوجمعه، صحابو المعارف ديالو، واش دار شي علاقه مع شي وحده اخرى، باغي يجيبك زوجة ثالثه، شنو اي حاجه كتعرفوا عليه خاصكم تقولوا لينا. هنا ولادو قالوا لي ما ودي يا سيدي شوفوا بوانا راه ما كانش عنده صحاب بزاف، كان عنده غير داك مول القهوه او اللي كاري ديك القهوه كان كيريح معاه وكيجمع معاه، وعندو شي اصدقاء اخرين معدودين على رؤوس الاصابع فقط، والبيع والشرايين كيتعامل معاهم في التجاره ديالو. هادشي اللي كاين، مشاو سولوهم كاملين اكدوا لهم بانهم ما شافوش السي بوجمعه من نهار اختفى فيه، هذاك النهار اللي اختفى فيه اصلا ما شافوش لا هذاك السيد اللي كاري القهوه لا صحابو لا البياع والشرايا لا حتى شي واحد، حتى واحد ما شافو هذاك النهار اللي خرج مع الصباح وما بقاش رجع. وفين مشى وشنو كان هاز معاه؟ المهم بقاو كيحقو اللي حتى وصلوا لواحد المعلومه. شنو هي هاد المعلومه؟ دي جابها واحد من ولادو، كان مجمع مع واحد من الاصدقاء ديالو صحابو، تقريبا شي 6 ايام دابا دازت على الاختفاء ديالو. هاد الولد هذا من ولاد بوجمعة كان مجمع مع داك الصديق تاع بوجمعة بواه، ويقول لي شوف فلان، قال لي انا راني عاقل، وهاد المعلومه قال لي راه ما قلتهاش الجدارمية ملي جاو سولوني. هذاك النهار مش هذاك النهار تاع اللي اختفى فيه، قبل منها بنهار بحال اليوم الغد غادي يخرج مع الصباح ما بقاش يرجع. قال لي رجع عندي وراني عطيتو 20 مليون، تسلفه من عندي. قال لي عافاك راه بغيت واحد 20 مليون، خصتني على الفلوس، راه بغيت نشري واحد القهوة. دابا هاد السيد هذا، هاد المعلومة دي مهمة، ما قالهاش الجدارمية. المهم هاد الدري هذا جا كيجري عن جدارمية وقال لي، قال لي مرة فلان اللي كان الاسم ديالو ميلود، الصديق تاع الوالد اللي دابا مختفي، الصديق تاع بوجمع، اش قال لي واش قال لي؟ ناضو جدارمية ومشاو ليه، قال لي اشنو قلت لولد ابو جمعه؟ عاود قول لينا. قال لي ما سيدي كيما قلت ليه، نهار قبل ما يتختفى، نهار قبل ما يعلموا به يعني عائلته، رجع عندي، هو كان طالبني واحد الاسبوع قبل، قال لي عافاك اللي موجد لي 21 مليون، راه خصاتني على شي فلوس. انا ملي سولته قلت لي سي ابو جمعه انت لاباس عليك وغتسلف، علاش بغيت الفلوس؟ قال لي راه غير مزير وصافي، بغيت نشري واحد القهوه، وهاد القهوه هادي راه مهمه بالنسبه ليا، بغيت نشريها، عافاك لما كمل لي 20 مليون، وملي الدور حركه شويه تدخل الفلوس غادي نرجع لك. وبيناتنا حنا هاد المصارف هادي يعني كنسلفو كيسلفني كذا يعني ما بيناتناش، عطيتها ليه صافي. هاد الفلوس سولو جدارمية فاش كان هازا، قال لي عطيتو الفلوس وجاب معاه واحد الساكادو واحد الشكارة، عطى المواصفات ديالها هي نفسها،
شكارة أو ساكادو اللي جات المرة التانية جاب معاه في العشية، والصباح هزا من بعد ما فطر وخرج مبقاش رجع. دابا عرفوا جدارمية أن هذاك الساكادو فيه الفلوس، ولكن الفلوس فين مشات؟ واش تلقى ليه شي واحد حي لي الفلوس وقتلو مثلا؟ واش تبعته المرة الأولى أو المرة التانية قتلو على ود الفلوس أو لولادو؟ شكون؟ الله أعلم. ولكن دابا حنا خاصنا نعرفو، وهاد الهضرة هادي أصلا راه ما قالها للمرة الأولى للمرة التانية لولادو ملي سولوهم جدارمية واش نتوما عارفين بأن السي وجمع كان ناوي يشري واحد القهوة؟ تا واحد ما عارف هاد المعلومة. ما عليناش، هنا في الفيلاج راه كاينه غير قهوه وحده، هي ديك القهوه ديال الشوا اللي كتقدم الماكله، مشروبات عاديه وبنادم اللي بغيت يتغدى ولا شي حاجه. القهوه الوحيده كاينه في الفيلاج هي هادي. مشاو عند مولاها، القهوه تباعت، باعوها الورثه، باعوها لواحد السيد، هاد السيد سميتو سليمان، شراها بمبلغ ديال 100 مليون. ملي سولوه جدارمية انت هو مولها القهوه هادي؟ قال لي ما سيدي انا هو مولاها. امتى خديتيها؟ قالوا لي امتى خديتيها، يعني امتى درتي العقد ديال الشراء ديالك القهوه؟ قال لي واحد المده، هي نفس المده تقريبا اللي تختفى فيها السيد، تختفى فيها السيد بوجمع شي يومين ورا الاختفاء ديالو تم توقيع العقد ديال الشراء. مزيان خلاو جانبا هاد سليمان، هذا هو سليمان الاشاره فقط، راه الصديق تاع بوجمع، وتا هو يسولو جدارمية من ضمن الاصدقاء الاولانيين، وقال لهم سيدي انا مشوش. مشاو على الوراثة ديال القهوة اللي باعوا القهوة، أما هذاك اللي كان كاريها راه ما عارف والو، هذاك راه خرج ليهم من المحل ديالهم وعوضوه ومشى في حالاتو. مشاو على الوراثة ديال القهوة اللي باعوها، سولوهم نتوما بشحال بعتوا هاد القهوة هادي ولمن؟ قالوا نفس الهضرة، بعناها ب100 مليون وبعناها لهاد سليمان هذا. مزيان، إمتى بعتوها ليه؟ في التوقيت الفلاني، هو نفسه التوقيت يتوقع فيه العقد، يعني يومين ورا الاختفاء تاع السي وجمع. مزيان مزيان مزيان، دابا شنو غيديروا جدارمية؟ سولوهم قالوا لهم هاد سليمة هذا واش مين جاب لكم فلوس؟ واش عنده فلوس؟ اشنو اتفقتوا عليه معاه؟ اشنو درتوا معاه؟ كيفاش قاديتو؟ قالوا لي ما ودي هاد الوارثه كيهضروا مع جدارمية، قالوا سيدي ملي حنا عرضنا القهوه ديالنا للبيع جاو عندنا الناس، ومن ضمن الناس هاد سليمان هذا. سليمان قال لينا ودي انا هذيك 100 مليون اللي باغي نتوما راه ما عنديش كامله، عندي غير 20 مليون منها. غير 20 مليون، وغندخل الشريك معايا، والشريك غادي نعطيه 3/4 وانا غادي ناخذ الربع، يعني شريك مع شي واحد. قال لهم هادشي هذا اللي كاين، غير صبروا عليا غادي نمشي نجيب الشريك، راني دويت معاه وراه وافق وراه كيديباني في الفلوس. ولكن ملي جا بغينا نوقعوا مع العقد جا غير بوحدو وجا مبلغ تاع 100 مليون. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين مزيان، ولكن سليمان هذا مين كمل المبلغ؟ مين كملو على حساب الهضره تاع الوراثه؟ هو كان عنده غير 20 مليون، شويه كان غير يدخل الشريك، الشريك ما بقاش ولات عنده 100 مليون. ما يمكنش هاد الشريك يقدر يكون هو بوجمعة مثلا على حساب الهضره تاع داك السيد اللي سلفو الفلوس 20 مليون باش يكمل. انا قال لي انا باغي نشري واحد القهوه، واخا ما حدش لي القهوه فين هي. بقاو كيسولو اللي حتى وصلوا لواحد العدول. هذا العدول هذا كان من المعارف ديال السي بوجمع، وهذا العدول صراحه ما وصلوش للجدارمية، هذا العدول جاهو بوحدو. هذا العدول كان ولد واحد المدينه، وهذا العدول من الاصدقاء قدامى تاع السي بوجمع، كان كيتشاور معاه في الكبيره في الصغيره الا بغى يوثق شي عقد كيفاش نديرو ليها كذا كذا، كيتفاهم معاه في الامور القانونيه والشرعيه. هاد العدول هذا عرف بان السي وجمع تختفى وجا بغى يسول عادي، اي واحد كيسول على صاحبه وتختفى واش بان لا كذا كذا. سبحان الله، جا عند مراته الاولى، لانه كيعرف غير المراه الاولى، جا عندها سلام سلام، لقاها هي ولادها، قال لي ما منظر واش لقيتو السي وجمع؟ انا سمعت من الدار وكذا ما يكون عنده باس، وان شاء الله تلقاو عما قريب. ويقول لي ما ودي راه جا عندي قبل واحد، عطاهم واحد المدة قبل ما يختفى بشي 4 أيام أو 5 أيام، راه جا عندي وقال لي عافاك راه بغيت نسولك في واحد المسألة. قلت لي تفضل. قال لي راه بغيت نشري واحد القهوة ومعايا الشريك، وبغينا نقسموها 3/4 هو الربع، كيفاش نديرو ليها؟ أنا عندي 8 مليون وهو عنده 20 مليون، ما
وغادي نقسموها يعني انا ثلاثة الأرباع هو غير ربع. قلت لي كيفاش هاد العقد غادي يكون كيفاش داير كيفاش عامل. قال لي غير اسمح لي وصافي راه غادي نوثقوا العقد عند شي واحد اخر عند واحد العدول اخر. صافي انا قلت لي اشنو خاصو يدار وصافي يعني بحكم الصداقه اللي بيناتنا على الاقل ولا اكثر هادشي اللي كاين. هاد الهضره هادي وصلت الجدارمي، الجدارمي عاوتاني سولو العلول، العلول اكل الهضره اللي قال لمراتو الاولى. يعني السيد راه ناوي يشري هذيك القهوه اللي جراها سليمان، ونفس الهضره اللي قال سليمان الورثه، الورثه اكدوها. يعني هو السيد يعني سليمان دابا مول القهوه راه كان باغي يدخل غير بالربع، والشريك ديالو اللي هو دابا حنا عرفنا شكون بناء على الهضره ديال العدوي. ثلاثه الاربع رجع سليمان على عجل، شدو القاوي القبض، قالو يا جماعه انت مين جبتي الفلوس؟ دوي تا كانت عندك 20 مليون. لا سيدي حقها انايا كانت عندي فلوس، خدمت وردمت وبوا خلى ليا وما عرفت شنو، وداب تاع مراتي وتاع امي. ابدا يخرج دخول عليهم في الهضره، قالو شوف انت كانت عندك غير 20 مليون، وكنتي غدخل الشريك، الشريك حنا عرفناه هو داك ابو جمعه، ابو جمعه الصديق ديالك، قول لنا اشنو واقع بالضبط. صافي طلع الجبل، والله ما بغى يقول لي شي حاجه والو، السيد ما بغى يقول لي حتى شي حاجه. عرفوا جدارمية بان سليمان هذا غادي يكون صفا لهداك ابو جمعه وخذ ليه التتمه تاع المبلغ. ايوا فين يكون قتلو مثلا؟ في دارو، مشاو ليه للدار باذن من النيابه العامه، دخلوا للدار ديال سليمان، كيقلبو، واش كاين شي اثر تاع شي جريمه، واش كاين شي حاجه مشي هادي كذا، والو ما كاين حتى شي حاجه. وتقول هادي قالو ما يمكنش، فين يكون زعما تندار السيد هذا؟ قال لي لا راه ما درت لي والو، راه صاحب هذاك السيد وراه ما كان غير يتشارك معايا لا والو. انا ما عندي حتى شي شريك، وهاد الفلوس راني جبتها من دراعي ومن خدمتي ومن الاراثه ديالي وكذا كذا، بدا يخربق عليهم. المهم طلع الجبل كما قلنا، قالوا بلاتي هذا. مشاو القهوه كما قلنا كانت على طراز القديم وكبيره وفسيحه وكذا، دخلوا ليها جدارمي خواوها، ما بقى فيها حتى شي واحد، وسدوها وبداو كيقلبوا فيها مزيان. وهذاك سليمان معاهم غير كيشوف، كيدورو، دخلوا الحمام، دخلوا الكوزينه، دخلوا هنا. يوصل للوسط، واحد الوسط تاع القهوه، فواحد الفضاء كانت واحد النافوره، وهاديك النافوره غير سميت نافوره، صغيره وظاهره بالزليج. تما هاديك النافوره الصغيره اللي هي غير ديكور لا اقل ولا اكثر، كيلاحظوا واحد القضيه، هما جوج نافورات في الحقيقه، حيت هاديك القهوه كانت كبيره بزاف، نافوره من لهيه والنافوره هنا، وبيناتهم واحد 400 متر بحال هكاك. النافوره اللي كاينه لهيه حدا الباب اللي يلاه كتدخل القهوه هي نفس الزليج اللي كاين في الارضيه، وكاين في كوزينه، وكاين هنا وهنا وهنا، بينما النافوره الثانيه فيها زليج مختلف. لا يدخلهم الشك، قالوا ليه قول لنا هاد النافوره علاش مختلف فيها الزليج؟ قال لي راه غير وقع فيها واحد الاضرار وكذا وصلحتها، لاني لقيتها شويه الزليج ديالها بدا كيطير وكذا كذا، وبغيت ندير نفس الزواقه ساعه ما لقيتوش في السوق نفس الزواقه، اضطريت ندير هاد الزواقه زليج اخر مزيان. قالوا لي شوف سي سليمان، حنايا غادي نحفرو تحت من هاد النافورة هادي، حنا شكينا فيها، وغادي نقلبو وغادي نلقاو شي حاجة، اللهم غير اعترف دابا احسن لك، بلا ما نحفرو بلا ما والو، لأن حنا غادي نحفرو، غير اعترف احسن لك، أشنو بالك؟ صافي هنايا سليمان زير، أتزير وما لقى ما يقول، قال لي صافي غادي نعترف، هزوه جدارمي وداو لابلي قال. غادي تعرف اشنو قال لهم. قال لي ما سيدي هذاك ابو جمعه كان صاحبي الصديق ديالي، صاحبي مزيان هو لاباس عليه، ولكن انا غير كنديباني حنا وهنا، يعني ما عندوش فلوس تاع ديك القهوه كامله. قال لهم اللي عرضوا الورثه، عرضوا الورثه هاد القهوه للبيع، يعني حطوها للبيع، هذاك اللي كان كاريها ما بغاش يشريها ولا ما عندوش فلوس. المهم قال لهم صافي بيعوا وتبيعوا، المهم انا غير عوضوني وصافي. صافي حطوها للبيع، مشيت عندهم انا يعني هذا سليمان كيهضر، قلت لهم شحال طالبين فيها؟ قالوا لي 120. بقيت كنتفاوض معاهم اللي حتى خليتها لهم ب 100. صافي قالوا لي مرحبا، قلت لهم انا راه عندي الشريك، انا غندخل غير بالربع، راه عندي 20 مليون، تسناوني واحد الايامات وغنجيب الشريك وغنشريوها. قالوا لي صافي اوكي، غير انت متعطلش علينا والا غادي نبيعوها لشي واحد اخر. مشيت بقيت كنقلب حتى لقيت ابو جمعه،
عرضت عليه الفكرة، قلت لي القهوة راه كتدخل وكذا كذا ونشريوها، دخل معايا شريك. قال لي شحال عندك؟ قلت لي 20 مليون، يعني هو خاصو يكمل 80 مليون، هو كانت عنده غير 60 مليون على حساب ما قال لي. قال لي عندي غير 60 مليون، غادي نمشي نتسلف 20 مليون. هي فاش مشات تسلف 20 مليون مع داك السيد صاحبه، وهادشي هذا كامل ما قالو لولادو لعيالاتو لا شي حاجة، خد المبلغ تاع 20 مليون وجا للدار، زاد على هاديك 60 مليون، دارها في هاديك الساكادو وخرج. خرج جا عنده مباشرة، جا عنده سليمان. هذا سليمان كان موصي، قال لي شوف ما تقول لشي واحد باش تبقى الأمور سرية، حنا غنتكاتبو مع الناس باش تا واحد ما يحضينا وتا واحد ما يقول شي حاجة. قال لي صافي اوكي. هاديك شي دار ما قالت لشي واحد. هي هاديك فاش جا عنده بوجمع، جا عنده للدار ديالو. هاداك سليمان كان ساكن غير بوحدو. المهم اللي جا عنده للدار، دخل عنده صافي، السيد وراه الفلوس، قال لي هيا 80 مليون هيا عندي. قال لي هيا 20 مليون انا ديالي. هذا سليمان كيهضر، قال لي نريحو بعدا نشربو واحد الكاس د اتاي، نتعمر لي واحد البريد تاع اتاي. مشى للكوزينه، جا حط لي اتاي. الاخر بقى كيدورها في دماغه، بقى كيدور في دماغه. دابا قال هادي 80 مليون هيا عندي في الدار، دابا هيا 20 مليون ديالي انا، هيا 100، غادي نشد القهوه غير بوحدي، وهاد خونا اشنو غيدير معايا كاع، نصفي عليه ونتهنى منو وندير فلوس بوحدي ونشري القهوة على راسي. فكر في هاد الفكرة هادا. دخل الكوزينة، دخل الكوزينة جاب واحد القبضة ديال المهراز، هاديك ديال النحاس اللي كتكون الله يسرقها صح بزاف. جاب موراه، جيت موراه السي بوجمعة، لاخر بارك يشرف اتاي ومريح في الدار، ويعطيه الراس طف طف طيحو تم، خلاه جو تهامدة تمايا. هز الفلوس حيدها طرفها ومشى تواصل مع مواليها، مشى تواصل مع موالي القهوة وهضر معاهم وقال لهم صافي راه وجدت الفلوس كملتها. بطبيعة الحال موالي ما سوقهمش الشريك اللي كان قال المرة الأولى، المهم وغير يحضر فلوس ويبيعهم القهوة ديالهم. المهم مشاو عند السيد يعني داك العدول، وقعوا العقد بيناتهم، شرى القهوة بصفة رسمية ولاد ديالو، سلموه السويرتات ما حلش هذاك النهار او اليوم موالي، وانما سدها. علاش سدها؟ لان الجوتا عنده في الدار. جاب واحد الطوموبيل في تالي الليل، هز الجوتا تاع السي بوجمعة وداها. فين داها؟ داها القهوة. صافي نزل الجوتا تاع السي بوجمعة من الطوموبيل ودخلها القهوة. هنا اشنو غيدير؟ هنايا بدا كيحفر، حفر هذيك النافورة تحس منها. هي فاش بدل ليها الزليج، هو كان جاب معاه بنهار، جاب معاه الزليج وجاب معاه كلشي، يعني لوازم تاع الخدمة. حفر حفر حفر، دفن السيد تم، رجع الزليج عاوتاني، رجع المسائل كيف كانت. هي فاش بدل ديك الزواقة ملقاش نفس الزواقة تاع الزليج. هي فاش شافو جدارمية هاديك الزواقة مختلفة وعرفو كاينة إن هنايا، صافي دفنو تمايا وقالت حاجة ما كاينة. وبدات القهوة كتدخل في كليان وكيبيعو شري مع راسو، ولا مول القهوة السيد قاتل الراجل ودافنو فيها. هنا جدارمية ملي عرفو هادشي دا كامل، مشاو القهوة حفلو، لقاو الجثة ديال السي بوجمعة تمايا. المهم هزوها وداوها للمستودع البلدي للأموات. وهاد سليمان هذا من ورا الاعترافات ديالو راه تقدم العدالة وتحكم عليه بالمؤبد. إيوا هادي النهاية ديال الحلقة ديالي ديال اليوم، كنتمنى أنها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.